مرحبا مدام. مرحبا عصام. لاباس؟ صافا عايشك. عرفنا عليك. انا مواطنه تونسيه. شنو تعمل؟ والله ما عندي ما نعمل في الدار. كاو. شنو رايك في قاعده الدار؟ كيفاه؟ شنو رايك في قاعده الدار؟ والله قاعده الدار خير، ما باش تعمل البرة لا خدمه لا حد شيء. وضعيه البلاد كيف كيف، زاده ما ثم شيء فيها يعجب. تاني خممتش نطلع لبرا نخرج الخارج يعني. خمم انك تخرج للخارج؟ اي خمم والله خمم. الواحد يحرق اصلا. الله خمم تحرق مدام؟ اي خمم والله. قداش عمرك؟ انا 40. اي تخمم في الموضوع هذا متاع الحرق؟ اي مفكر فيه ديجا تفكير وان شاء الله يتحقق. عندك عائله بطبيعه؟ راجلك اولادك؟ يا عندي عائلة كذا، لواحد طموحاته هكا كبيرة ما عنده ما يعمل، يلزم هما ما نعرفش. تحرق وحدك ولا معك راجلك وصغارك؟ لماذا بي هما معي؟ نحسك مستسهلت الموضوع. ولا مستسهلت على الاخر زيد، ماذا بي انا؟ هو في راسي، هو الفكرة هي وكهو. معناه لو كان يجيك شكون يقول لك راهو فما حارقة تمشي؟ نمشي مبلوشي، ماهيش بالفلوس راه من الاخر يبلوشي نمشي. مثلا كي تسمع الحادثه اللي صارت في جرجيس وبرشا توفاو، كل مره في بلاصه نشوفوا وفيات نسب مرتفعه. هذيك الاعمار بيد الله لا محال، كل واحد انسان وعمره. راه ثم الناس اللي مشيت معنا وصلت وصافا امورها الاخر خير، اما خير الواحد يعيش معناتها يعيش عيشه باهيه ولا يتمرمد وكاين هو ميت؟ هو العبد انسان هو ميت ميت يا خالي. الاخر على الاقل يمشي غادي يشوف اموري يتفرغ. يا ما خير برسمك. انت تمشي غادي باش تتفرهد؟ حب غادي نمشي غادي. تنجم تخدم، تنجم ترجل امورك في اي اي. حاولت انك تخدم؟ لا ما نكذبش عليك، انا ما حاولتش قبل. حاولت صحيح، ما ثماش خدم مش توا يعني، قبل حاولت ما عاودش حاولت مره اخرى. ياك راجلك كي تطرح عليه الموضوع هذا شنو يقول؟ والله نجم يقول لي بري وحدك عادي يعني. قال لك برا وحدك؟ قال لي بري وتحب تمشي وترجع ما يسيرش وما يخلقوش. في حرقه راه تحكي انت. في حرقه هي معنى حرقه مضمونه، مش شوف مش على البحر حرقه من الاخر. مش على البحر؟ لا 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 مشيش فيها ريسك هذا ما نعملوش. هاي فهمني. ما تدخلوش الريسك هذا. انا بكري حكيت لك على لا ماذا بيا برشا عباد حتى اللي تسمع فيا، ماذا بيا الحرقه معنى على البحر ومسير خيب برشا. خاطر ميتهم ناس مساكن يموتوا مش ماذا بيا حرقة قانونية معنا نمشي بأمور قانونية وثم شكون يجي يهزني زاد. حس عندك الخيط موجود؟ الخيط موجود في مخي راه مش تحكي بكل ثقة في النفس. بالطبيعة بكل ثقة في النفس مال شنو؟ ايه ان شاء الله نحرقوك. نتصوروا مشيت غادي شنو باش تعمل؟ شوفي مشيت غادي والله يا اموري كل تتريقل باذن الله هكا. اي كان نمشي غادي اموري كل تتحل. من شنية تتحل؟ في الخدمه، في اللي تصوريه في مخك انت، في اللي توقعها انت. امورك شنو شبيها؟ اموري هنا بنتي ما تو تشوفيها بلاد هذيا من شبيه تي داخله في حيط، ماشي وتدخل في حيط وما زالت والله وما زالت تو تشوفي عليها بالحق. عليها الفيل يا مدام. عليها الفيل خطر. شنو اللي يعجبك فيه تو معنى البلاد شنو يعجبك فيه؟ كل شيء ما ثماش، كل شيء غلى اسعار. حتى الاخر بثلاثه منين ما عادش يوصل. بالك انت اللي ما يخدمش ومش يوصل بالله. ما عندهم باش يوصل. انت علاش مثلا ما تفهمش انت وراجلك حتى كي تخرجوا بامور قانونيه مش حتى حرقه ولا قلت انت حرقه بامور قانونيه؟ قانونية اللي هي ما جاتش معنا. شوفي حتى كمشي مشي مثلا البلاصة تركيا ولا البلاصة منا تركيا ولا البلاصة منه منا ما غادي نخليه ونقطع من غادي. صربيا؟ اي صح صربيا صي. لا هو نخليه غادي، خليه احنا مسيو غادي خليه ونتعدى. عادي هو يخليني راهو ديجا نخليه ونتعدى وكاو. بعلمه بالطبيعة. بعلمه قول يا ربي معك. وقفتش مع راجلك؟ وقفتش معاه بالقدا بالقدا هو يعرف هذا.
اي عادي، او حتى كان مش نمشي ما يشدنيش هو، ما يقوليش متي اي على راحتي انا يعني. خليني على راحتي اي يعني اي، حتى كان مشى هو ولا بخيتين عادي نقول ربي معك كيف كيف يعني نفس التفكير. علاش مثلا ما تتعاونوش هنا في تونس تحاولوا تهزوا وزن القفة؟ هي ما ثماش اصلا قفة، ما تنساوش انه عندكم صغار، معناها صغار كبروا لاباس يقراوا لاباس امورهم ان شاء الله يوصلوا هكا هو امورهم ربي معاهم امورهم اي ربي معاهم كل واحد ربي معاه. ايش باش نعملوا لهم الصغار هما كبروا وصلنا. قديش عمرهم؟ قديش عمرهم؟ بين 30 هكاك. خاطر انا عرس صغيره ها الكل يعني فك النبو هذاك. انت عمرك 40 وصغارك في 30 يعني كيكة 29 هكاك غير انا غالطه. اي انا عرس صغيره، انا عرست 17 سنه. ها اي معناها صغارك ماجوري فاكسيني. لاباس 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 باذن الله لاباس تهنى عليه. ما عادش كنا نستغربوا معناها من الشباب، ولينا ما عادش نستغربوا من الشباب، تو ولينا نستغربوا معناها من عادي عادي, عادي. كيف كيف راه كي الشباب كل كبير كل صغير كل يدبي على حصير كيف كيف هو ديجا اي شنو المشكل يعني. كيف يقولوا العباد ما عادش عندهم وطنيه وما عادش يحبوا بلادهم، صحيح ولا غلط؟ هي هو صحيح. علاش من نحبوا بلادنا احنا؟ ماذا بينا معنا ماذا بينا نبقوا في تونس؟ اما كان جت معنا عاتي لك العباد مشي تخدم شهريات على الاقل، ولا دبروا لهم خدم ولا دبروا لهم حاجه على الاقل. هي سيرش علاش بلادنا نحبوها احنا خير من بلاد اخرى اللي تعرف خير ما تعرفوش. اما حالة شيء لزك الحاجه اخرى هكا هو هكا هو مدام حس قلقه ماني باش هذاك هو يعني مخيط تو خلي لك كلمة الخطير. اي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الدنيا تولي ما خير وتولي الدنيا تتحسن ما احسن لا احسن، وان شاء الله الوضع نقولوا ان شاء الله ربي معناتها تجي به الدنيا هكا هو على خير.